إنها حصة الرسم، وقمر سعيدة جدا لأنها تحب التلوين. بدأت قمر تحضر أقلام التلوين بكل اهتمام، فهي سترسم حقلا جميلا يزينه قوس قزح. بدأ الجميع بالرسم إلا سحر، ليس في يديها ألوان. لاحظت قمر ذلك فسألتها عن السبب. لقد نسيت ألواني في البيت يا قمر. فكرت قمر قليلا ثم أعطتها بعضا من أقلامها، ففرحت سحر كثيرا وشكرتها وبدأت تلون. رأى أصدقاء قمر ماذا فعلت، فأعطى كل تلميذ لونا من ألوانه لسحر أيضا. كم امتلأ قلبها بالسعادة. عندما عادت قمر إلى لوحتها لاحظت أنها لن تستطيع أن ترسم قوس قزح، فالألوان ناقصة. ماذا ستفعل الآن؟ خطرت على بالها فكرة، سترسم بالونات ملونة جميلة. بدأت قمر ترسم البالونات وشيء عجيب صار يحدث. كلما انتهت من تلوين بالون طار من الورقة إلى أحد التلاميذ، حتى امتلأ الصف ببالونات من جميع الألوان. تشكر قمر وأصدقائها على كرمهم.